السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم أحبتي. اليوم لعبتنا محجوبة، جايب لكم لعبة من الألعاب المحجوبة نلعبها ونستمتع مع بعض فيها. ورابط اللعبة الحقيقة راح أخليه بالوصف كالعادة، يعني تقدرون تنزلونه وتلعبون. اسم اللعبة فاير كونفليكت شوتينج هيروز، وان شاء الله تحوز على اعجابكم. فاير كومبلكس ويلكم تو ذا كلاش اوف فاير، اهلا بك في اطلاق النار. كليك انيوير تو كونتينيو، كليك اجين. اوكي، اكو ليفلات طبعا، اللعبة بيها ليفلات. هاي الليفل الاول، ريدي تو فاير تو فايت. هلو كابتر كليرنس انتر باتل. اوكي، جود مورنينج وور وولف، اهلا بك يا ذا بالحرب. يو سيم هاد ا جود دريس، يبدو انك تتمتع براحة طيبة. راح اطوف الكلام هذا، راح ندش على اللعبة مباشرة. طيب، فيرست ليرن تو تعلم شلون يعني تنشن وترمي. تسكرين باترنز بيهاف ذا ساين. اوكي، حط على شو اسمه يعني والبيتين ريد. اذا انت على الهدف راح تشوف اشارة حمراء تعلق وارجع البيت. طيب، عرفنا اللي هي هاي ريلود سوي هاي وين. حلوة اللعبة شباب، انا اشوفها حلوة، الجرافيك لا باس فيه. تنمي is too strong. Try to try gold weapons. Click anywhere to continue. تقول العدو كلش قوي. كم من أول لعبة جابت لي عدو قوي. خلينا شوية نتقدم باللعبة. تعال يقول العدو قوي، تعال لك تعال. اوف، طقيت بعزامة. هيد شوت ما يبت ولا وحدة، عشان كذي انطاني نجمتين مو ثلاث نجوم. هيد شوت 1 يريد اصابة بالرأس وحدة، ما ادري فيها صراحة. يلا وولف بليز ريبورت يور كارنت باتل دامج كونديشن، قدم تقرير الخسائر مالتك مال المعركة. ما عندي خسائر، روحي ولي ورجعينا للمعركة نقاتل. طبعا الصندوق لا تستخدمونه الا بحاله واحده من يتكاثرون عليك، من يتكاثرون عليكم. هاي تتنقل.
إذا سمعت الصفارة غير مكانك بالأسهم. استخدم البراميل اللي اعدادهم وايد. شوف هذول هم برميل يمهم. انتصرنا. أخذنا 3 نجوم هالمرة. والله أشوف اللعبة جميلة أنا وحلوة وراقية. خلينا نشوف الرايفل، تطوير الرايفل الآن راح يعلمنا على تطوير الرايفل. كليك أبجريد وكومنتس. إيه upgrade with gold. سبايك ذهب عندي 150، 200 ما راح اسوي ابجريد. ريد مور خروح نغير عليهم، نروح نغير حتى نجمع سبايك ذهب ونجي نطور سلاحنا. شوف شوف البراميل، معناته هالمرة مصيبة، الأعداد مصيبة هالمرة. شوف يقول فجر البراميل. خل انشن على البرميل. واقف بالبرميل بطريق البرميل، شلون انشن عليها؟ روح روحوا كباب مشوي. والله سويتهم كباب مشوي. طشرت مطشر. آخر واحد خطيه. طلقة جت بقلبك. صعدنا، صعد الليفل مالنا طبعا. جانز ابجريد الان طورتها. التطوير الثاني يريد 300 ذهب. سبايك ما عندي. ابجريد ناو. راح اروح اللي بعدها. 4 ميشن 4. Cost great damage using. اريدني استعمل القنبلة يدوية. شايفين
خليك سريع شوية بال واحذب عليهم رمانة. شايف الرمانة شو تسوي شلون تأذي؟ اطق لي واحد بالراس خاف اكو. ايه بالراس. صار اللي بالأربعة لو خمسة عادي. نيكست سبايك ذهب عندي 250 هو يحتاج تطوير 300. اقول له فايت. اوف شنو هذا شنو هذا زي هذا شو كتله لبيت الصواريخ كلها عليه. تتراي جولد وابنز يقول العدو يقول العدو قوي كلش. اوف 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 وخر عنه. طقيته قتلته وخرت عنه بمناورة الأسهم. شباب تناور بالأسهم يمنى ويسرى حتى تتفادى الضربة مالته. كانت هاي لعبتنا اليوم فاير كومبليكت شوتينج هيروز. راح انزل لكم الرابط مالها ان شاء الله بالوصف وتلعبونها وياي وتستمتعون. هذا اخوكم ماجد حبايبي في امان الله.